لولا الصبر في النوايب والسمات ما يمل حالي ولا ثار بحمول ثقيل يمل الحيد من عزم شال الثقيل ويمل أيها الإخوة والأخوات، إن المحرر هي أرض الأجداد الكرام والأمهات الحانيات الساهرات على تنشئة الأسرة الوطنية التي مثلت النموذج المصقر للوحدة الوطنية التي كانت المحرق حصنها الحصين. فالمحرق في تاريخنا الوطني هي أم المدن، وفيها نشأت مدرسة الوطنية إلى جانب مدارس النهضة وأنديتها الرائدة. أم المدن وقرة العين المحرق، للحديث عنها وتوثيق شواهدها التاريخية ورموزها التراثية لابد وأن نذكر بأن هذه الجزيرة العريقة تعد من أقدم المدن في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. تعتبر مدينة المحرق من أقدم المدن، ليس في البحرين فحسب ولكن في المنطقة ككل. فالآثار التي وجدت تحت قلعة عراد بالتحديد كانت في الحقيقة تدل على أن هذه الآثار ترجع إلى الفترة الديلمونية، وبذلك طبعا تعتبر هذه بداية التاريخ القديم بالنسبة لمدينة المحرق. سميت طبعا بأرادوس في نفس الفترة التي عرفت البحرين بتايلوس في التاريخ القديم. وهناك في الحقيقة من المؤرخين القدماء من بينهم بليني الروماني الذي كان يعتبر عالم في الجغرافيا وفي التاريخ ذكر بأن هذه الجزيرة جزيرة أرادوس في الحقيقة تعتبر من أهم الجزر التي تتلي تايلوس، وبالتالي أعطى بعض التفاصيل لهذه المدينة، المساحة ووصف لها يعتبر من أول أوصاف الأوصاف التي أعطيت للمحرق. وفي القرن الميلادي الأول ظهرت المحرق من أهم المدن التجارية في المنطقة، وكانت تنافس طبعا تايلوس، وتعتبر هذه أرادوس من المدن التي عرفها التاريخ القديم. في الفترة التي عقبت ذلك لا نعرف بالتحديد ما هي أسباب تسمية المحرق،
وهناك من اجتهد من المؤرخين بهذه التسمية، فمن منهم أطلق عليها اسم المحرق نسبة إلى أنها كانت محرق. وهناك رأي آخر يعتبر أن هناك صنم من الأصنام، مثل ما كانت جزيرة أوال سميت نسبة إلى الصنم أوال، هناك صنم أيضا يأخذ هذه التسمية وبالتالي سميت المحرق بهذه التسمية. وهناك من قال بأن هناك ملك من الملوك في الجاهلية الذي طبعا نسب إليه هذه التسمية، وبالتالي أصل الاسم ومتى بدأت هذه التسمية غير معروف. ونعتقد بأن التسمية الأولى بالنسبة للمحرقة بعيدة بعض الشيء إذا ما أتينا إلى قضية الفترات التاريخية المتعاقبة، يعني بداية قبل في تايلوس كان هناك في الحقيقة مقابر ديلمونية قديمة، هذه المقابر كانت تشاهد المقبرة تشاهد الشمال وليس الغرب، الجبلة كما نسميها، فهذه طبعا دليل على أنها كانت هناك تدفن ولا يحرق الموتى. جزيرة المحرق بكل ما يتبعها من مدن وقرى وحالات تشكل إحدى محافظات مملكة البحرين الأربع، وهي ثاني أصغر محافظة بعد محافظة العاصمة، كما أنها في تكوينها شبيهة بحدوة الحصان، أما سطحها فهو على مستوى سطح البحر، وشواطئها رملية يحيط بها شريط عريض من الصخور المرجانية تبدو ظاهرة للعيان في حالة الجزر. المنطقة هذه اللي احنا فيها تعتبر أرفع منطقة في محرق. إذا تروحين الحين شوي شمال بتحصلين نازلة، إذا تروحين شوي جنوب تحصلين نازلة، هني في الشارع ذي شارع الشيخ حمد في نهاية تحصلين نازلة، فهي المنطقة هذه هي المرتفعة هني. ليش ياو في ذي المنطقة؟ لأنها أفضل منطقة، ها، وأسسوا السوق، أسسوا ويابوا العوائل المعروفة اللي موجودة هنا كلها يعني. تشير الدلائل التاريخية إلى أن أسرة آل خليفة الكرام فتحوا البحرين في عام 1783 للميلاد على يد المغفور له الشيخ أحمد الفاتح، وانتقل بعدها آل خليفة من الزبارة إلى البحرين لتصبح مركزاً سياسياً لحكمهم، فسكنوا الرفاع والمحرق. لو رجعنا إلى باقي المحرق كانت عبارة عن فضاء، لكن الشيخ عبد الله بن أحمد والأحمد الفاتح قرر يروح المحرق. Thank you.
هو أول من بنى المحرق واختار مكان مرتفع منها. نشوف إن بيوتهم فريد الشوخ اللي يسمونه البيوت مرتفعة، وكل ما يجينا جهة البحر تنزل المساكن. وفي عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الحاكم السابع من أسرة آل خليفة الكرام والذي عرف بحكيم البحرين، نقل قصر الحكم إلى المحرق، وبالتالي فإنه يمكننا اعتبار العام 1869 للميلاد إعلاناً تاريخياً وبداية لتأسيس المحرق كمدينة في شكل عمراني متكامل. في بداية القرن العشرين ومن مؤرخين معروفين خاصة منهم محمد بن خليفة النبهاني والرحالة والباحث الإنجليزي لوريمر، ذكروا الكثير من المعلومات عن المحرق مع بداية هذا القرن. من أهم هذه المعلومات أنها في الحقيقة تعتبر كما ذكر لوريمر أنها تعتبر العاصمة الحكم أو العاصمة السياسية والتجارية والإدارية بالنسبة للبحرين يعني. وكانت طبعا تعتبر مقر الحكم لأكثر من 8 شهور في السنة. وسرعان ما أصبحت عاصمة للجزر ومركزها السياسي، واستقطبت الكثير من القبائل لاستيطانها، ما ساعد ذلك على ازدهارها، كما صارت مصدر جذب لتجار اللؤلؤ، فأصبحت المحرق عاصمة للؤلؤ في منطقة الخليج العربي كونها أكثر المدن ازدهاراً واتصالاً بهذا الاقتصاد العريق، بالإضافة إلى كونها موطناً لأكبر عدد من الغواصين. يعني من سوق المحرق القديم القصرية هني إلى الحالة إلى فريج الزياينة، وعقب أخذنا شرق وحتى وصلنا إلى وين؟ إلى مجلس بحيي، وبعدين أخذنا بعد لفة متوجهين إلى الغرب جامع الشيخ عيسى بن علي وفريج الشيوخ وبيوت المطر والقصرية الشمالية، إلى أن رجعنا إلى المنطقة اللي طلعنا منها في السوق القديم.
وقمنا بالجولة المطلوبة في هالمنطقة ذي، وتقريبا تم تحديد يعني الأبواب الخمسة المحيطة بالمحرق القديم اللي تغلق في الليل وتفتح بالنهار، واللي تضم طبعا يعني مثل ما قلت يعني هالبيوت، بيوت الشيوخ وهالمساجد وهالأسواق كلها داخل مدينة المحرق القديمة. حددت تقريبا بالنسبة لنا، وتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه اعتنوا بالأمور اللي داخل المحرق ولا تخلونها يعني تفلت من يدكم، سواء بيوت وأي معالم يعني تذكرونها أن تتم. وبالفعل يعني هذه من توجيهات جلالة الملك الله يحفظه للحفاظ على التراث في المحرق القديمة، يعني أمرنا أخيرا يعني توجيهات من جلالة الملك بتأهيل يعني فرجان أربعة وإعادتهم كما كانوا في السابق. هو محرق شمالي وشقق شراع، أقول عروقي كلها المحرق، وهي قلبي وهي الوشم اللي ما يمحى من ذراعي. واللي قالوا شو تحب في محرق، اقول اعشق ولا افسر، اذا ارض الغلا شبت وهي بالحب تحضني، انا ما اسكن محرق ترى ايه هي اللي تسكنني. حظيت جزيرة المحرق بتقدير الدول المجاورة الشقيقة والصديقة التي ترجمتها الزيارات الرسمية والخاصة من الحكام والرؤساء منذ القدم، والذين حرصوا على المرور بها تأكيداً على عراقة هذه الجزيرة وأهميتها السياسية الإقليمية والعالمية. ضرب أروع الأمثلة في التعاون والتقارب والمشاركة الإيجابية الفاعلة، كما كان مجلس قصر الحاكم بالمحرق في ذلك الوقت مفتوحاً للمواطنين، وهو قصر الحكم وكذلك لرجال الدين والمثقفين من أدباء وشعراء من داخل وخارج البحرين.
اشتهرت جزيرة المحرق منذ القدم بكثرة نخيلها وعيونها الطبيعية ذات المياه الحلوة المنتشرة فيها، وأيضاً في مياه البحر القريبة منها والتي تسمى بالكواكب. وكان أهالي المحرق حتى أربعينيات القرن الماضي يعتمدون عليها في السقاية من خلال جلب المياه في القربة، وهي الجربة محمولة على ظهر الدواب كالحمير أو الجمال، أو في الكندر، والكندر عبارة عن دلوين من المعدن تسميان تنكتين، تملأان بالماء وتحملان بواسطة قطعة خشبية مستطيلة. وكان ذلك لقاء مبلغ زهيد من المال وقتها، وفي عام 1948 للميلاد بدأ التفكير والتخطيط لمد شبكة المياه إلى البيوت، وبدأ بوضع خزانات المياه في جميع المدن والقرى في البلاد. وبهذا انتهى عهد العيون والاعتماد عليها في البحرين. No!